السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا جريد تو، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني تو اي وبي وسي. طيب، أنا انبسطت قوي من اللي بعتولي تسجيلة لسورة الفيل، وكنت زعلانة من الناس الحلوة اللي مبعتليش الفويس، سواء كان بقى على الإيميل او مثلا انا قلت حتى ممكن على واتساب لميس منال او ميس رشا او ميس دينا، هما بيبعتوا لي التسجيل. واللي عايز يعمل فيديو للصوره ويبقى حلو كده عشان ينزل على الفيس يبعت لي، يبعته فيديو هو بيقرا وانا هنزله له ان شاء الله تعالى على الفيس. خلاص، واحنا عارفين ان احنا دلوقتي في شهر رمضان، ورمضان ده سمي شهر القرآن لأن نزل فيه القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل كان في شهر رمضان، وكان جبريل عليه السلام بينزل في كل رمضان يراجع القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده من أفضل العبادة الواحد يكتر فيها في رمضان هي قراءة قراءة القرآن. وأكيد إحنا شايفين بقى ماما ولا بابا ولا جده أو حتى إخواتي الكبار عمالين بيقروا القرآن كتير في رمضان، عشان كل حرف زي ما إحنا عارفين بإيه؟ بعشر حسنات. طيب، احنا النهارده هناخد ان شاء الله تعالى سوره جديده اسمها سوره التين. بس قبل ما نبدا عايزين نراجع كده الصور اللي خدناها مع بعض في اللي هو سمستر 2، اللي هي من اول سوره الضحى والماعون والقارعه والمسد والفيل. وهناخد النهارده سوره جديده ان شاء الله تعالى، سوره التين. انا براجع عشان وانا بقرا انت ايه بتقراوا معايا، بتراجعوا معايا. خلاص، طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نشوف السورة الثانية. احنا خدنا الضحى، ناخد تاني مثلا، ناخد سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نراجع مع الميس وهي بتقرأ يا أحلى جريد 2. طيب دلوقتي هنقرأ سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. خلصنا سورة الفيل، هنقرأ سورة الماعون ونحاول زي ما الميس بتقرأ احنا بنقرأ ونقلد الميس بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كده فضل لنا في المراجعة اللي هي سورة المسد عشان ناخد إن شاء الله تعالى إيه السورة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كده خلصنا الصور اللي كنا خدناها مع بعض وقرأناها وراجعناها. هناخد النهارده صورة جديدة إن شاء الله تعالى، برضو صورة سهلة. أما أتفكر قد إيه لأولادي فجرته فقلت إيه في صورة سهلة جدا اسمها صورة التين. طيب إحنا هنقرأها وبعدين نشوف إيه اللي كده نشوف الكلمات اللي فيها بسرعة. هي سهلة جدا هتبقى يعني من أسهل الصور اللي تحفظوها على طول. خلاص؟ طيب هنقرأها الأول وبعدين نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحانه وتعالى. طيب سورة التين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها ايه؟ والتين والزيتون. يعني بدأت السورة ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بيحلف سبحانه وتعالى بالتين والزيتون. والتين والزيتون احنا عارفين ان هم الثمار، ثمرة التين. في حتى عندنا انواع من اللي هو التين شوكي او التين التاني اللي هو بيسموه بين برشومي، يعني التين المعروف الفاكهة اللي معروفة، والزيتون كمان الزيتون المعروف سواء كان الاخضر او اللي هو الاسود. خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالتين والزيتون بما فيهم بقى ايه من فوائد كثيرة للانسان. احنا عارفين حتى زيت الزيتون بيستخدموه كدهان وفي الاكل، وفي فوائد كثيرة جدا صحية للإنسان. طيب وأقسم الله سبحانه وتعالى كمان ربنا بيحلف بإيه كمان؟ بيحلف وطور سينين. سينين اللي هو ده جبل في سيناء. خلاص الجبل اللي هو إيه كلم الله سبحانه وتعالى عنده موسى عليه السلام. إحنا عارفين النبي اللي هو اللي كلم ربنا اللي هو سيدنا موسى عليه السلام طلب ان هو يكلم ربنا، فربنا سبحانه وتعالى كلمه عند ايه؟ عند الجبل ده اللي هو جبل اسمه جبل طور سيناء في سيناء. ربنا سبحانه وتعالى ايضا اقسم به، وربنا سبحانه وتعالى كمان اقسم به وهذا البلد الامين اللي هو مكه. طيب فربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقسم ويحلف باي حاجه سبحانه وتعالى هو خلقها، زي ما سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وهنا والتين والزيتون وطور السينين. خلاص فربنا سبحانه وتعالى يقسم باي شيء، ولكن احنا البشر احنا ما ينفعش نحلف ولا نقسم الا بالله سبحانه وتعالى بس. ما ينفعش نحلف باي حاجه غير بربنا بس. ما ينفعش لا نحلف بالنبي ولا نحلف مثلا ببابا وحيد بابا ولا وحيد ماما ولا اي حاجه خالص، ما نحلفش غير بربنا بس سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقات. طب ربنا اقسم بالتين والزيتون والجبل لطور سيناء واقسم بمكه على ايه؟
ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. شوف احنا عارفين شكلنا حلو ازاي بنقف في المرايه، فربنا خلقنا في احسن صوره، تقويم يعني صوره، فربنا سبحانه وتعالى خلقنا في ايه؟ في احسن صوره، في احسن هيئه، وكرمنا عن كل المخلوقات، لا خلقنا زي الجماد ولا خلقنا زي الحيوانات ولا خلقنا زي النباتات، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن صوره، فلازم نشكر الله سبحانه وتعالى على ايه؟ على الجمال والخلقه الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، عندنا عينين شكلهم حلو، ايدين ورجلين، عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن صوره. فلازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. فربنا بيقول ان هنا من يعني في الاخر لما ربنا سبحانه لما الانسان يموت بعد كده نبعث يوم القيامه، يا اما هيكون في طريقين، يا اما الى الجنه او الى النار. فربنا بيقول في ناس ثم رددناه اسفل سافلين، في ناس هتدخل اسفل سافلين في النار، يعني اسفل مكان فيها تحت خالص. دي الناس اللي كانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وما كانتش مؤمنه بالله سبحانه وتعالى ولا بالرسول، ولا كانت بتصلي، ولا كانت بتعمل عندها اخطاء كتير، دي هيكون جزائها. بس مش كل الناس هتخش النار، ربنا قال ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الناس المؤمنه وبتعمل اعمال صالحه وكويسه وبتسمع الكلام، وحتى لو غلطت بتصلح الغلط ده، فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلهم اجر غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطوع، لهم اجر كتير كبير جدا، غير مقطوع غير منقوص. فما يكذبك بعد بالدين، بعد بالدين يعني بعد ما عرفنا الحاجات دي، في حد معقوله لسه هيكذب بالدين اللي هو يوم القيامه؟ هناك المقصود بالدين اللي هو ايه؟ اللي هو يوم القيامه بالبعث. معقول حد هيكذب دلوقتي بالبعث يقول احنا لما نموت مش هنصحى تاني؟ لا طبعا، احنا عارفين ان اي حد بيموت دي فتره مؤقته، ليه؟ لان هنصحى بعد كده ربنا هيبعث يبعثنا ليبعثنا لايه؟ للحساب، اما الى جنه او الى نار. اليس الله باحكم الحاكمين؟ اللي عمل النظام الكون ده كله فهو ربنا سبحانه وتعالى حكيم، ولا يمكن ربنا خلق الدنيا دي عبث، يعني الواحد مش هيتحاسب ولا هيسال، وهيسيب اللي بيغلط بيغلط في الدنيا، طب والناس اللي ماشيه صح ماشيه صح كده لوحدها؟ لا، لازم يكون في عدل وفي حساب. ودي من حكمه الله سبحانه وتعالى لخلق الانسان وخلقه الكون. زي ما شفنا صوره حلوه وصوره طبعا كل صور قناه كريم حلوه، انا قصدي ان هي صوره ايه؟ صوره سهله. خلاص؟ هنقراها تاني واحده واحده بالراحه، ممكن لما انا ايه؟ اقف كده تقروا ايه؟ تقروا معايا. خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. شكرا جريد تو، اسمعوا الفويس كده مرة وراجعوا الصور، وعايزة مستنية كمان بقى اللي برضو اللي يقرأ سورة التين ويحفظها يبعتها لي، سواء كانت فيديو لو عايز نزله على الفيس أو تسجيل. خلاص؟ شكرا جريد تو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.